بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. معكم نشاط نططي. اليوم نقدم لكم لعبة اسمها بيرق. لحظة، أنا بشرح لكم فكرة اللعبة لأني أنا يعني أول من جبتها. يعني هي لا زي كلاش رويال. النسخة العربية. اللهم بس الجنود متخيلين فيها والعقال وهذا. لا والله، لا والله، إنها يسمونها كلاش رويال النسخة العربية. يا والله أنا أحسن كلاش رويال. كلاش رويال مليان سحر وتم مليان إن شاء الله مليان رجال وشنب والورعان. أصبر أصبر يا ولد أصبر، على الأقل يعني فيها ناس يرحبون بك وكذا والورعان وكذا وكل شيء، يعني فيها ناس يعني كثيرين. فعجبتني اللعبة، على الأقل 9 ساعات مو زي كلاش رويال يدقوا لك 600 بس ساعة واحدة وتكسب صندوق. عندي أنا هذه الشخصيات ساعة واحدة. يا خذ لك العثماني، يا خذ لك العثماني، تاخذ لك العثماني. اي ذاك العثماني ما مخيس العثماني. لا والله انا عندي هو والله ذا. ما انصحك لا جتك تي الشخصيه. اي جتني ليه؟ والله ما جتني. ما جتني ولا جتني. يلا خلنا ندق بعركه. دق بار خلنا نعلمكم يا غرام. والله حظي يا اخي جتني بعض الشخصيات من الشخصيات بعضها. والله ما جتني ولا هو قال المباركيه. لا 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 خذ ذا خذ ذا. وش ذا؟ ما ادري. ولد الغول. هل والله يا ولد الغول توك جيت بحطح حطيت بحطح يا ولد خذ البحطح. لا والله اعطيكم زياد تصبرون البحطح يا اخي. والله هذا الجيش مره قوي يعني. جيش الهيكل العظمي. بس ان هذه عقارب. الله ما طير انها عقارب يعني. شوف يعني شوفوا لا اشبه السفاح. يا خفك يا غولك يا اخي انت شخصيات كثيره. امان والله ما عندي لا ولا عندي ولا ولد الغول ولا كل شيء. ما عندي شيء انا فقير مسكين. والله لا اوريك اخليك تقول يا اخي عثماني ما يساوي شيء يا اخي. شرهم يا ودير. والله اراد عندي يا اخي. اي وش براد عندي؟ وش براد عندي صديق؟ اسمع الورعان تقولوا الورعان يقولوا الاشياء بس ما ادري شنو. يا ورعان احترمها هذوك. على الاقل انت عندك امير وانا ما عندي امير. والله يا ابن الناس الوسواس الخناس. ليش العقارب عندك الفرس؟ والله ما عندي الفرس. حظك يا ابو سعيد. شاهديني يا وطننا واحتزم حزمك. لا 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 لا, 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 لا أنا سوف أخسر اليوم يا أصدقائي. نعم أنا أريكم والله ضد مفارس. بيقطع التصوير بشدة البكاء. البكاء بخشية الله. أخي خذ هذا والله لأصبركم تصوير ما نحكي. يا غل يا أخي يا ورع تاهل أنت يا مني. هل أنت بسيكات؟ لا والله ذولا ما يبغى لهم إلا أسهم. خذ أسهم يا واد. خذ أسهم وتصبر بها. خذ الشفاح خذ قحطة. يبقى حط سروال إن شاء الله. يبقى حط سروال إن شاء الله يا شيخ. إذا تبغى الفارس ويبغى له ولد الغول. حطيت أنت ولد الغول والعرابجة. العرابجة صح ترى مفاشلين ترى. ويبغى لنا ولد الغول. يا سلام إذا والله شخصية كثيرة. سبحان الله أنت لا ذل لا نبغى سباس سباس سباس. خذوا هذا يا بن الله يصيبكم ان شاء الله. وينغ 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 وينغ. نقصوا عليك خنجر مو زي كلاش رويال. نقصوا عليك 600,000 خنجر. شو الخنجر؟ هنا يحسبوا بالخناجر يا حبيبي. انا يعني ما عندي خنجر. مثلا شو الخنجر؟ لا ذا الخنجر زي الكوز زي الكوز تعرف كوز كذا. ايش هذا يبغى لي اخذه؟ ايوه خذه يا اخي طوره وخذه ترى هو مره. وش ابدل؟ وش بيش ابدل؟ بالعرابجه. العرابجه ترى ما منها فايده ترى. طوره خلاص بطور جنودك يا اخي عشان يا اخي يكونون ناسا طيبين. طيب لحظه انا بعرفكم على الاوت بير. شوف اشوف انا حلوه جدا. دحنا في الساحه هذه الاولى. بدا لا هذه الساحه الثانيه. الساحه الاولى ذا معسكر تدريب الربع الخالي. ذا معسكر تدريب شغل مبارك. مدان صالح انا هنا. مدان صالح اه والله يا مدان صالح. انا هنا من درس مدان صالح. انا في مدائن صالح. كذاب نصاب. ايه شوف حقته مفتوحه. شوف كذاب نصاب. والله مدان صالح حبيبي. مدان صالح يبغى له 300 خنجر.
من خنجر 200 خنجر. لا يا حبيبي لا، الخناجر هذه الخناجر. شوف هذا هو حساب اللاعب وانا الخناجر. يا مسكين تباقي في المستوى الاول، يبغى لك توصل المستوى الثالث عشان تاخذ لك قبائل. شوف شوفوا هذا يبغى لك توصل المستوى الثالث عشان تاخذ لك القبائل. شوف القبائل وصل المستوى الثالث، وهنا تطوير جنود وتشوف الجنود المعفرين، وهنا السوق اللي يوريك عروض اضافيه. كيف رفع عروض اضافيه؟ صح ما شاء الله صدق خرافي، صدق وصناديق خرافيه وكذا. زي اشتريت هذا الكاسر بس اللهم جنود ومخز اخر. وهنا المشاهد اللي يبغى يشوفها مع مين حارك حارك و شو هذا في كني شفت شاي المعارك ترى. هذا شاي من ذا الشاي حقك ذا الشاي بي. هذه اذا تبغى تشوف معاركك اللي عاركتها مع الناس. ما متعاركت انا، يلا خلني يلا خلونا نعارك باذن الله. هذه اخر معركه واسحب المقطع. صرت ودي اني احارب مع لكن ما عندنا قبيل عشان نشارك فيها ولا قبيل ايضا، حتى هذا في المستوى الاول. خذ هذا يا حبيبي. يا اخي كيف جاك الفارس؟ والله يا اخي اكثر شخصيه جتك يا اخي امانه، والله شخصيه جتني يا عمي. طلقات طلق رحت الناس يعني عشان طلق عليها طلق عليها هول والله بريال من اول ضربه. خرجت بعد الشاذ هنا. شوف ايش رايك؟ خذ السلام عليكم يا ذكي. خطه ذكيه كذا بس هذا وايك 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 اعطي الله لا اوريك. خذ قحطه خلي قحطه يا اخي. ليش تحب كلمه صبركم؟ هل هي للصبر للجد للتعب للمار من هذا يا ولد؟ والله اصبرك به يا اخي. تقول 24 ساعه بصبركم به يا والله وين التصبيره؟ ترى هذه اخر معركه ترى، بعد اسحب المقطع ترى. طيب انا كيف يا دلول يا الفارس العثماني الاسماني انا ما ابو الفارس عشان يعني ما اقدر افرق يعني حقت كاس ريال وانا متى فارس. ها بتفوز يا انس؟ انا تحدى احد يهزمني، اللي يهزمني يقول يا ليتني ما تحديت انس. اصلا ما حد يعرف اصلا هذا. لا هذا اللي هزمته انا 61 انا عندي 53 يعني انس بتعداني بقوه يعني. شوف هذه شوف هذه على اول قلتها ما ادري ايش هي. ولا هذا الشاي اي مش الاغراضي. الحين اخر معركه خلني ادور عندك فلوس كثير، طور جنودك، طور قحطه، طور. ما عندي فلوس كثير. الا شو عندك 683 حمار يقول ما عندي فلوس كثير. ايه شوف الثوم كيف، شوف بالعلق شوف الثوم كيف، وعنده شعر هذا الشعر اللي فوق زي الزك ترى. هذه من الصغر. لا 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 خلي دحين هذه اخر معركه. لا انا طور الجنود دورت يا اخي. والله ما بي والله ما دورت الحيطه. والله ما بيخلص المقطع لما يطور كل جنوده اللي عندي. لما يطوره شنو عندي نوتي ديره كلمه ديره شو عندي عفك يا اخي. والله يا صراحة أنا حكيت جدا أنا عندي شخصيات كثيرة و اللهم استعان. والله الله أوريك يا أخي، تبغى تحاربني مرة ثانية خذ هذا يا أخي. أوريك خليك تقول والله أدش لكم زي هنا. يا ليت تعال خذ 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 لا لا يا يا الحمار يا الله يا يابا يابا اطلق عليه بزابغ اللي بيتصبرون. والله والله لا الحمد لله الحمد لله. انا فنان الفنان 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 في الهوايه من اول ضبح. اقول لك اللي طور اللي ما يطور جلوده خدرل هذه مره. اللي ما يطور جلوده شو يصير له؟ يفسي يكسر وجهه. صوالف غلط الى بخاطر. والله تطور لا 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 تطور لا اللي برا لا تطوره. زقالي ما بحطه ترى حلو مره امزح. لا تحطوا راح اذا طور ذي ام يسري. لا والله والله يا عمي اتطور كله غصب خشبك. او يا اخي بتبيع فروشي. والله اتطور كله غصب خشبك، على الاقل انك تفوز توصل الساحه الثانيه وتجيك شخصيات جديده. شو تطويره؟ يلا عندك تونه؟ تطوير له كله كل شخصيه مو بالبر. لا ما لو تبغى حل اللي برا ما في مشكله. الورعان دول الغلال ما ادري ايش ما فرق بين الغلال والورعان. الشاب
طور ما في مشكلة. ترى شوف صوت المستوى الثاني، ترى شوف، ترى شوف المستوى الثالث، ترى تفتح القبائل وتصير قوي، وبعدها توصل لمساحات كثير. ترى يجيك في الصناديق، ترى يجيك ذهب، ترى فلوس، فلوس كثير. طيب الى هنا نأتي. لا لا ما لا يا اخي، يا اخي باقي اسوي معركة. انت ما لا الله ما ادري، خلاص خلاص تراك سويت 60 معركة، خلاص خلاص. لا ما لي دخل، ما لي دخل، خلاص لو خسر ما لي دخل، انا بسحب من المقطع. طيب الى انا وصل لنهاية المقطع، ولا تقصروا معنا في اللايك والاشتراك والسبسكرايب واشتركوا في القناة. يا لا لا لحظة 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 لحظة، بإذن الله بنسوي معركة، بإذن الله بنسوي معركة، يلا مع السلامة. ودي بيني أنا ونس، خلاص استنوها، اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة، ودقوا الجرس عشان يوصل لك المقطع أول واحد أنت وتشوفه.